كاينين شي مواد فاش كنا كنقراو تعيا ما دير راسك فيهم وتحاول تجتهد واخا هكاك ما كتقشبل فيهم والو، حتى كتقول بلا ديفو منك ولا هاد الماده ما معطياش ليك والسلام. ومن جهه اخرى فاش كتسمع شي واحد مزيان في المجال ديالو غالبا كيعاود ديك القصه ديال شي شخص بحال مثلا استاذه ولا استاذ اللي خلاو يبغي داك المجال ويولي واعر فيه. هنا فين كيتطرح عندي السؤال، واش فاش ما كتفهمش شي حاجه واش ديفو منك ولا من الحاجه ولا الطريقه باش كتعلمها، وفي الحاله اللي كيعلمك شي واحد واش هو اللي فيه ديفو؟ لحقاش ربما ما قدرش يفسر لك مزيان. اليوم غادي نشوفوا كيفاش المخرج آدم مكاي غادي ينجح في المغامره ديال تفسير الازمه الاقتصاديه ديال سبرايمز في الفيلم ديال ذا بيج شورت اللي خرج في 2015 واللي مأخوذ من الكتاب ديال مايكل لويس. مرحبا بكم في حلقه جديده ديال سوليما بودكاست. هاد الحلقة كتدخل في التفاصيل، ولا نتوما كنتو باغين تخرجوا من التفاصيل، هادي هي المحطة ديالكم. الشي الاخر انافا. الا كان شي دومين اللي فيه الفهم مهم فهو المعاودة ديال القصص، ستوري تيلين. الا بغيتي تشد شي واحد ويبقى متبعك خاص اولا يكون فاهمك. وقال داكشي علاش الافلام ديال الحب هما اللي اكثر انتشار، لان اي واحد فينا كيفهم معنى الحب وعايش قصص اللي كتقدر تسهل عليه يفهم الشخصيات والمواقف، واخا يكون هو كابر في كازا والقصة اللي متبع كاينة في كوكب زحل. ولكن فاش كندخلو في شي دومين اللي معقد ولا بعيد علينا هاد القضية كتبدا تصعب. ولكن ماشي لحقاش شي موضوع صعيب يعني راه ما خصناش نديرو عليه فيلم، بالعكس المخرج والكاتب الدور ديالهم هما انهم يبسطوا القصه بلا ما يحرفوها، والممثلين الدور ديالهم انهم يقنعونا بالشخصيات باش نتكونيكطاو معاهم. شحال من واحد فينا مفرش في الافلام ديال امريكان فوتبول وتاثر بها بلا ما يعرف القوانين ديال هاد الرياضه، لان في اخر المطاف واخا ما كايناش الشبكه راه فاش كيبان لك الجمهور واللعابه فرحانين راه كتفهم بالله راهم رابحين، وفاش كيبان لك بنادم مغوبش راه كتعرف بالله القضيه حامضه. ولكن الاهم هو ان داكشي اللي كيطرى في التيران ما هو غير النتيجه ديال شنو واقع برا التيران، يعني المشاكل اللي طارين ما بين اللعابه، القصص ديال الحب والغدار والحسد والى اخره. ذا بيج شورت تسافر بين الازمه الاقتصاديه ديال 2008 اللي معروفه بالازمه ديال سبرايمز. قبل ما ندخلوا في القصه ندير واحد مراجعه خفيفه ديال شي مفاهيم ديال الفينانس. عندكم درهم، يعني عندكم اختيار شنو ديروا بداك الدرهم، تقدروا تكونسوميوه عند مول الزريعه مثلا، ولا تجمعوه في الماريو حتى تزادوا عليه شي دراهم اخرين، ولا الحاجه الاخرى اللي تقدروا ديروا هي انكم تستثمروه. الا مثلا بغيتوا تستثمروا عندكم اختيارات بزاف، يا اما غادي نتوما براسكم اللي تستثمروا مثلا تشريو درهم زريعه وتبداو تبيعوا الزريعه للحبه، ولكن مع ان الناس اللي كيشريو الزريعه ديطاي قلال راكم ما غاديش تمشيو بعيد في هذا المشروع. اذا غادي تقولوا مع راسكم انا بغيت مثلا ندير كروسه ديال الديسير، ولكن درهم راه ما غاديش تشري لي حتى القشور ديال لافوكا، اذا غادي نمشي عند ولد ولا بنت دربنا. مالكم حتى البنات يقدروا يديروا كروسه ديال الديسير، غادي نمشيو عند ولد ولا بنت دربنا اللي عندهم كروسه ديال الديسير باش نستثمر معاهم. طبيعة الحال في الواقع راه يقدروا يلوحوا عليك هذاك الدرهم على وجهك ويقولوا لك سير تلعب. ولكن الا جاوا 10000 ديال الناس بحالكم دقه واحده راه مول الكروسه غادي يولي عنده اقتراح ديال مليون ماشي ديال درهم. هاد فلوس غادي يخليوه يبدل الروايد ديال الكروسه باش ما يعياش دغيا هو كيدفع فيها، ويدور في مساحه اكثر باش يتلاقى مع الكليان اكثر، ويشري الديسير بجوده عاليه ويبيع اكثر. داكشي اللي غادي يربح غادي يخليه يرجع لينا فلوسنا بالرباح ويربح حتى هو. غير هو صعيب تجمع 10000 ديال البشر، اذا بينكم وبين مول الديسير خاص شي واحد اللي غادي يسمصر. هاد السمصار هو الانفستمنت بانك، البنك ديال الاستثمار. دابا
تبعوا معايا مزيان غادي نجيو نعتبروا باللي الكريدي ديال الديور اللي كيتعطاو من عند البنكه هو نوع ديال الديسير. فاش كيكون الكريدي تعطى الناس اللي هما خدامين وكيتخلصوا مزيان وفي صحه جيده، اذا عندهم واحد الحظوظ اكثر باش انهم يرجعوا الدين ديالهم، راهم فريز. والكريديات اللي كيتعطاو الناس اللي ما عندهمش دخل قار والحاله الاقتصاديه ديالهم ضعيفه، راهم حامض. هاد الكريدي اللي في بلاصه ما البنكه تسنى انه يتخلصوا من عند مواليه، راكم عارفين كريدي ديال الدار يقدر يمشي حتى ل 30 عام، البنكه ما كتبقاش تسنى 30 عام، كتشد دوك الكريديات وكتبيعهم للانفستمنت بانكس اللي هما كيجمعوهم مع بعضياتهم باش كيصايبوا كروسات ديال الديسير وكيفتحوا المجال للموالين الدراهم باش يستثمروا. كل ما الفريز والحامض كيخلصوا التريتات، كل ما هما دراهمهم كيتزادوا. غير هو الانفستمنت بانك كيقادوا داك الديسير وكيفرقوهم على حساب الاصناف اللي في الفيلم كيهضروا على ترنشز. هذه كروسه ديال الفريز وهذه كروسه ديال الحامض. اللي بغى يستثمر في الكروسه ديال الفريز غادي يربح شويه لحقاش الفريز مزيان وما فيهش الريسك، وإلى مول الفريز ما خلصش التريطه راه الفريز ضامن راسه كيتباع في السوق ويرجع فلوسه. هذا هو اللي كيتسمى الـ MBS Mortgage Backed Security، ولا في المثل ديالنا الفريز Backed Security، يعني السلف اللي ضامنوا الملك الاسيت. من جهه اخرى اللي بغى يستثمر في الكروسه ديال الحامض راه يقدر يربح بزاف، ولكن كاين ريسك كبير باش يضيع في كل شيء، لان مولين الحامض يقدروا ما يخلصوش التريطه ديالهم، ولكن مره اخرى هذاك الحامض ضامن راسه الا الواحد ما خلصش راه تبيع السلعه وعلى الاقل ترجع فلوسك. ومع هذا النوع ديال الكريدي الضمانه ديالو ماشي بريمير شوا، فهو كيتسمى بالسب برايمز. The highest level AAA is getting paid first. The lowest rated B is getting paid last, taking on defaults first. Now obviously if you're buying B's, you can make more money, but they're a little risky. Sometimes they fail. لحد الان كل شيء واضح، غير هو شنو وقع في 2008. اللي وقع في 2008 هو ان البنكات ديال الاستثمار ولاو كيديروا كروسه ديال الحامض فيها فريزه وحده وكيسميوها كروسه ديال الفريز، والمراقبين والشركات اللي كيعطيو التنقيط ديال الديسير بحال موديز ولا ستاندرد اند بورز حتى هما ما ملاحظين والو وكيقولوا راها كروسه ديال الفريز وحيدها لهم من فمهم. اما في الواقع راه السوق عمر حامض، وفاش كيوقع المشكل والناس ما بقاوش كيخلصوا التريطات والمستثمرين بغاو يرجعوا فلوسهم، اكتشفوا بلي الكروسات عامرين حامض، وفاش بغاو يبيعوه في السوق السوق عمر بالحامض والثمن ديالو طاح بزاف والقضيه ولات حامضه. نرجعوا للفيلم ديالنا، في The Big Short كنتبعوا القصص ديال بزاف ديال الشخصيات اللي كتقاطعوا الحياه ديالهم بلا ما يتلاقاو، عندهم قاسم مشترك انهم في الهامش ديال السيستم. دكتور مايكل بيري اللي لعب الدور ديالو كريستيان بيل هو اللي غادي تبان ليه الاول هاد الفقاعة البابل، لان فاش كي ديكونيكتا السوق من الواقع كنقولوا ان كاين واحد البابل بحال الا كتغطي على الحقيقه، واخا راه البواقه بحال ديال الصابون كتبين كل شيء، خاص غير بنادم يكون باغي يشوف. Anyone can see that there's a real estate bubble. Actually no one can see a bubble. That's what makes it a bubble. That's dumb. هذا مايكل بيري ولا دكتور مايكل بيري غادي في بلاصه ما يستثمر في الكروسه ديال الحامض غادي يتخاطر على ان هذا المشروع ديال الديسير ما غاديش يصدق، يعني باللغه ديال الفينانس غادي يشورطيهم. ومن هنا جاي العنوان ديال الفيلم ذا بيج شورت. هذا واحد من البرينسيبلز الاكثر اشمئزاز في العالم ديال الفينانس، لان الاستثمار هو كتحط فلوسك على اساس انك تايق في المستقبل، المستقبل زوين، اما تشورتي هي انك تراهن على مستقبل اللي غادي يكون مكفس. We talked about the idea that the people that take the short position in Wall Street they don't look healthy. Yeah, that it actually takes a toll on you because you're betting against the hope of the future. في الفيلم غادي نتبعوا القصه ديال عدد ديال الناس اخرين اللي حتى هما غادي توصلهم تنقنيقه وغادي حتى هما يقمروا ضد السيستم. اشخاص اللي كانوا في الهامش يعني اصلا ما متيقينش بزاف في السيستم، وفاش غادي تجيهم الفرصه باش يستغلوا الضعف ديالو راهم ما غاديش يترددوا. واخا في الفيلم كنشوفوا ناس اللي فاش المراهنه ديالهم على ان السيستم غادي يفشل
غادي يعطيهم واحد الشعور متناقض، من جهة الفرحة ديال الرباح وفي نفس الوقت واحد الإحساس بالإحباط، لأن العواقب ديال الأزمة المالية غادي يطيح للناس العاديين ماشي على المسيرين ديال البنوك. الناس الدراوش هما اللي غادي يمشيو لهم ديورهم وخدامهم. If we're right, people lose homes, people lose jobs, people lose retirement savings, people lose pensions. الشخصية ديال دكتور مايكل بيري هي الشخصية الوحيدة اللي استعملت سميته الحقيقية في الفيلم. الشخصيات الاخرين حتى هما مقتبسين من ناس حقيقيين ولكن سمياتهم تبدلوا. دابا كيفاش المخرج ادم مكاي اللي هو معروف بافلام كوميدية بحال انكرمان ودار الاخراج ديال البرنامج الكوميدي ساتردي نايت لايف اس ان ال قدر يخدم على فيلم بحال هذا اللي الموضوع ديالو سيريوس، وكيفاش قدر يشرح امور معقدة بسهولة باش الناس كاملة تفهم. ادم مكي استعمل بزاف ديال الادوات والتقنيات اللي غادي نشوفوها جميع دابا. اول حاجه الشخصيات اللي اختار هما شخصيات اللي كيف ما قلت في الهامش ديال العالم ديال الفينانس، يعني الناس اللي ماشي في السيستم نيت باش حنا اللي كنتفرجوا ما نكرهوهمش، وماشي برا السيستم باش حنا ما نتيقوهمش. بحال اللي قلتي qualified marginals. You were able to be taken into this really elaborate complicated world through these characters that you identified with, that were outsiders, that were vulnerable, that thought differently. حاجة أخرى أعطاهم واحد الجانب كوميدي، فاش كتشوف الهضرة بيناتهم وكيفاش كيشوفوا العالم، كاين بزاف ديال المواقف الكوميدية، وبعض المرات كيبان لك هاد الناس اللي لابسين كوستيمات ديال آلاف الدولارات كيتبرهشوا مع بعضياتهم. You smell that? What is that? What? What's that smell? A cologne? No. Opportunity. No, money. Oh, okay. I smell money. Okay. الضحك كيسهل التواصل مع الناس، وخصوصا كيخليهم مركزين. فشي واحد كيبدا يخطب عليك بالسوايع وكلامه كله معقول كيجيك النعاس، ولكن فاش كيكون فيه شويه ديال خفه الدم كيف ما كيقولوا المصريين فراه بحال الا كيعاود يفيقك. والضحك كيرجع الشخصيات بشر بحالنا بحالهم، ماشي شي رجال اعمال باردين ما عندهم حتى شي مشاعر. حتى المواقف فاش كتولي ابسورد فراه كتضحك، بحال مثلا هذيك اللقطه فين مارك بوم اللي لعب الدور ديالو ستيف كاريل كيمشي مع واحد من صحابه عند الشركه ديال التنقيط ستاندرد اند بورت، والسيده اللي كتستقبلهم عندها مشكل ديال الشوف. هاد السيده كتولي بحال الرمز ديال الشركه اللي خدامه فيها. My eye doctor's always busy. I end up taking any appointment they'll give me, and the whole morning gets shot to hell. How can Standard & Poor's help you? بحالها بحال Standard & Poor's ما كيشوف والو في الحقيقة ديال السوق. تاني حاجة استعمل narration بالصوت. جاريد فينيت اللي لعب الدور ديالو رايان غوسلين كيحكي لنا القصة من الأول بالصوت ديالو. These outsiders saw the giant lie at the heart of the economy, and they saw it by doing something the rest of the suckers never thought to do. They looked. هاد القضية استعمال الصوت يعني باش تشرح شي حوايج في الفيلم عليها بزاف ديال الانتقادات، لأن الناس اللي متعصبين في السينما كيعتبروه بحال هذا كسل ديال المخرج، يعني ما عرفش كيفاش يبين شي حاجة بالصورة كيجيب الصوت اللي غادي يقولها فاس. وكاين اللي كيقول بلا الصوت إذا كان في المحل ديالو راه يقدر يكون مزيان وفي بعض الحالات ضروري، بحال مثلا فايت كلوب كل ما كانش فيه الناريشن راه غادي يكون صعيب علينا نعرفوا شنو كيدور في الراس ديال ادوارد نورتون. With insomnia nothing's real. Everything's far away. Everything's a copy of a copy of a copy. ثالث حاجة ادم مكي كيحطم الحائط الرابع. في العالم ديال المسرح كنقولوا بلا الخشبة the stage فيه جوج حيوط في الجناب ديال الممثلين وحيط وراهم، اما بينهم وبين الجمهور فكنعتبروا بلا كاين واحد الحيط خيالي اللي هو الحيط الرابع، يعني الممثل فاش كيلعب الدور ديالو كيتجاهل الجمهور باش حتى الجمهور كيعيش اللحظة بواقعية. ولكن بعض المرات الممثل كيتجاوب مع الجمهور ولا كيتذاكر معاه خصوصا في شي لحظات ديال الامبروفيزيشن، وفي هاد اللحظات كنقولوا انه حطم الحائط الرابع. He broke the fourth wall. في السينما وفي التلفازه
نفس الشيء كاين بعض المرات لقطات في المخرج كي تعمد على تحطيم الحائط الرابع، بحال مثلا في هاوس اوف كاردز فاش كيفن سبيسي كيهضر معنا فاس في الكاميرا باش يفسر لينا شي حوايج. Oh, don't deny it. You've loved it. You don't actually need me to stand for anything. You just need me to stand. في The Big Short غادي يكونوا عدد ديال اللقطات اللي الممثلين غادي يهرسوا الحيط الرابع باش يدويو معانا ديريكت ويفسروا لينا شي مفاهيم ويعترفوا لينا بشي حوايج. Look at this. Look at this. This guy says that the housing market's a giant bubble. Okay, so this part isn't totally accurate. You know, we didn't find Jared Bennett's housing bubble pitch in the lobby of a bank that rejected us. ولحقاش الموضوع معقد وخا تستعملوا كاع هاد التقنيات، آدم مكي غادي يزيد حوايج اخرين باش يزيد يفسر لينا مزيان. غادي يعيط على مشاهير وجوه معروفه اللي غادي يحطهم في بحال في سكيتشات ولا كبسولات اللي مخشيين وسط الفيلم كيفسروا لينا شي مفاهيم ديال الفينانس. اللي زوين في هذه الطريقه هي اولا كيخلق واحد البوز من الفيلم، فاش كتحس بدماغك عطاو بزاف ديال المعلومات وقرب يلاشي، هاد السكيتش الصغير كيخرجنا من الفيلم اللي عامر معلومات وكيورينا وجوه مختلفه ومعروفه باش يستعملوا امثله اللي كنفهموها لتفسير حوايج معقده، بحال الشيف انثوني بوردين اللي كيفسر لنا سي دي او بصوبه ديال الحوت. Okay, I'm a chef on a Sunday afternoon setting the menu at a big restaurant. I ordered my fish on Friday, which is the mortgage bond that Michael Burry shorted. But some of the fresh fish doesn't sell. الحوت البايت فاش كدير به صوبه راه ما كيبقاش بايت. Being the crafty and morally onerous chef that I am, whatever crappy levels of the bond I don't sell, I throw into a seafood stew. See, it's not old fish. It's a whole new thing. كيولي شي حاجه اخرى كليا، كيولي صوبه ديال الحوت جديده. دابا بقات اخر حاجه، احنا فهمنا هذا الفاينانشال كونسيبت. الا بغى ادم مكي يدخلنا فريمون في القصه اكثر خاصو يورينا التاثير ديال داك الشيء اللي فهمنا على الناس اللي بحالنا بحالهم، وهذا هو اللي كيدير في الفيلم فاش كنشوفوا الناس اللي جراو عليهم من الخدمه ولا الناس اللي مشاو ليهم ديورهم. من ناحيه ديال التصوير الفيلم كيبان بحال الا مصور على الطريقه ديال شي دوكيومونتير الوثائقي. Also, I've never worked on a film that was shot that way before. That was so, I thought that... How so? Well, just that the cameras were really in the corner of the room. They were never in... You know, there wasn't like close-ups or... الكاميرا كتحرك، كتزومي، وكيبان بحال الا الكاميرا خفية. Coverage at all. You never knew where the camera was going to be. He hid the cameras, it was long lenses, they were on a zoom, and so... You really were free to play the scene in many different ways. وهذا الاختيار خلى الممثلين انهم يكونوا مرتاحين اكثر في الاداء ديالهم لحقاش الكاميرا ما كتبانش ليهم. The Big Short كيجيني فيلم واعر لانه عيشنا الاحداث ديال الازمه الاقتصاديه من الداخل وعطى لنا وجوه ماشي غير ارقام. باقي نعقل فاش كنت يلاه بدات الازمه كنتي كتشعل التلفازه كيبان لك الصحفيين كيهضروا على شي حاجه اللي باينه باللي خايبه ولكن شنو هي الله اعلم. كلمات تقنيه بزاف والارقام والمعدلات، يعني الواحد كان تالف في وسط هذه المعلومات. ولكن اكثر من داكشي اللي عجبني في The Big Short هو فيلم اللي كيبين بلي ما كاينش شي قصه معقده لدرجه اننا ما نقدروش نعاودوها للناس كاملين، وان الفهم هو المسؤوليه مشتركه ما بين المتلقي والشخص اللي باغي يفسر ليك. الا ما كانش مجهود من جوج ديال الجوايه راه ما يمكنش توصل للنتيجه. مايكل ليويس اللي كتب الكتاب كان قال بالله فاش الاستوديو ديال هوليوود شراو الحقوق ديال الكتاب ديالو قال مع راسو راه شراوه غير هكاك، وانه الموضوع صعيب بزاف باش يدار منه فيلم للجمهور العريض. It's only recently my books have started being made into movies. Movie business bought my books, but I assume they bought them to bury them. Once this started happening and books started being turned into movies, I still didn't bet on this one. It's too complicated. هاد النوع ديال الافلام اساسي انهم يداروا لانهم كيحيدوا واحد القناع لعالم اللي كيستعمل الارقام والكلمات المعقده باش يخلينا ما نفهموا فيه والو. عالم اللي كيتعامل معنا بحال الدراري الصغار فاش كتبغي تشارك في شي مذاكره مع الكبار كيقولوا لك سير تلعب راك باقي صغير. شكرا على التتبع ديالكم على هذه الحلقه ديال سوليما بودكاست. نتلاقاو السيمانه الجايه في حلقه جديده. تهلاو في ريوسكم.